الناس اللي قاعده على البحر هدول مش سياح، مش نازلين يترفهوا، الناس هدول كلهم نازحين. نازحين يعني هو قاعد في غرفه 70 80 نفر في غرفه، بتجيش ثلاثه في ثلاثه، نازل على البحر بس عشان يفك عن نفسه شويه. احنا نازحين، شردنا من الشمال، ماشي اجينا من الشمال لعند دير البلح، وكنا بالمدارس نازحين ولاجئين، طلعنا على البحر عشان نتنفس، نغير خنقة المدارس والجو الكئيب والتلوث اللي احنا فيه. لا طلعة ولا نزلة، الناس تروح على البحر عشان تستجم، تتنفس، تسبح، تبسط اولادها، تاخذ اكل معها. احنا طلعنا خنقة، قاعدين واحنا نفسنا نعيط من الكآب اللي احنا فيها. وإنا بنقدر نرجع عبيوتنا وحاراتنا، هذه تهدئة، بس هذه مش تهدئة، هذه بنقول يا ترى بعد التهدئة إيش يصير فينا؟ إيش رح يصير فينا؟ رح نرجع للخوف وللعذاب وللقصف.